things. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. Hi, les amis, j'espère que vous êtes tous bien. Je suis فرحانة صراحة ما كنت شي حاجة كتفرح. حتى شي حاجة ما فرحاني. أنا فرحانة غير بوحدي. مرة كنفيق فرحانة، مرة كنفيق كاعية. أين راسي اللي مفيقة فرحانة؟ حكيت سنيناتي غسلت وجهي. يهلاش في الحالة. أنا شوفوا فاش نبان لكم درت هذا الشيء كامل. وسناني ووجهي كنغسلهم، ولكن شعري اللي مفاش مشطشو ودرت لي هذاك بعدين الزيت من تحت. عرفوا أنا تهلاش في راسي بزاف. دابا غادي نوجد الفطار وغتوجدوا معايا الفطار. شنو هادشي؟ شنو هادشي في التلاجة؟ هادشي الحالة معاكم، أنا معرفتش شنو هادشي، حيت أنا هاد الأيام مكنجلسش في الدار معرفتش. أوو هادو لي صالي، ولكن شنو هادشي؟ هادشي بات لي مخلي ليا غير الشياطة. ماشي مشكل، أنا كناكل كلشي، أنا كناكل يابس وأخضر، ماشي مشكل. أوو شنو هادشي؟ أوو الله، ولكن كنقول انا فرحانه بحال حسيت بان هذا الشيء كاين غيفرحني اكثر من انا فرحانه. نهار زين هذا اختي، بلاتي نشوف لك البلاطو الاخر شنو فيه. بلاتي ما عرفتش شكون جاب هذا الشيء، كتجيبو غير اختي. غنتبرع ما غندير واحد الفطور طيب، البيض الله ما طيب البيض، ويلا كذا الحلوه طيب البيض، مشى البيض كل الحلوه هادشي خاصني تفصل حط لي شي لي زامي بلاتي بلاش دخت دخت شنو غناكل دخت خاصني اول حاجه غناكل الحصى، حيت دابا بما ان ممكن هادشي كامل غناكل الحصى باش الحصى تعطيني باش ناكل بزاف. علاش غناكل بزاف اصلا ما عرفتش، خاصني ناكل غناكل الحصى هي الاولى. تفضل ويلا الحصى ديري شهادات ثلاث. البنات اللي صوروني اخر مره ملي كناخذ الحصى كناخذها من عند السوسيتي ديال لي نوفا بيو. انا غنخلي لكم لاباج انستغرام ديالهم هنايا ودخلوا عندها، راه البنات اللي باغيين يزيدوا في الوزن. انا صراحه ولفتها ولات عندي ادمان، من غير انني باغا نزيد في الوزن ولات عندي ادمان هاد الحصى. بسم الله. دابا خاصني عصير. واش كنعرفها؟ اوه واش هذا الشيء كامل؟ اوه 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 غريب. انا ماشي سوقي غناكل، لقيت شي ماكله كوليها ديال من الله وعليه. المهم الماكله كتكال. انا غنبدا تخت 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 جاتني الدوخه. ماشي طبصيل طبصيل
ما عنديش انا مع اللوز ولا كلشي، عندي الخوله واحده فيها اللوز. خولك تاكل الشوكولا ولكن كتاكل اللوز، ولكن خوله غتشوف هادشي ما غاديش غاتش حبس الريجي. هادي ديالاش؟ عاود ديال الخزانه عرفت لي بركه غير جوج ديال انا كيعجبوني لي ماكارون براف. اوه يا ربي هادي ديالاش؟ نشوف هادي ديال اوه المغازات فيها زغبه خصني هادي ديال الشوكولاته، هادي ديال البيست. كيفاش بقا هادشي في الثلاجة؟ واش مخافوش عليه؟ خافت على هادشي مني رغم المهم هادشي مكيبقاش عندي حنا في الثلاجة خاصو يتخبى. ويلي كيفاش واش بقيت فيهم زعما قال. هادي ديال شنو هادا اكاجو؟ الله يا ربي ملاحات هادو لي تاكوس سيري ها زوينة. يا ربي هادشي ما يضرنيش، مؤخرا كضرني المعدة. صافي ما ناخذش الماء، ناخذ وحده باش ما يضرنيش المعدة، حيت هادو الملاحات فاش كيبردو ماشي بحال الحلوى واش كتبرد ياك. انا فرحان ما نشوفش كاين شي حاجه اخرى. جابو فين كنت انا؟ انا مشيت لكم ماكلة الزنقة، ما بقيتش انا ماكلة الزنقة، بقى لكم ماكلة الدار، ما بقيت غنعك اصلا كنقولش كضرني بزاف. شوف انا ما كناكلش الحلوى بزاف، كناكل هاد الكاطو الصغير، ولكن الحلوى الحلوى هادي ما عنديش معاها، شنو شنو خاطري في صغيوة. كنت نكون مربية مؤدبة، كيجيو قلبو الثلاجة ويقولو هادشي باقي فيها، مرة جاية عفتني ميخبيوش عليا يخليو، فهمتو؟ حسني دابا نتبت ليهم البراءة ديالي، هادشي علاش غناخد غير شوية، ونخلي هادشي في الثلاجة، حيت أنا واحد البنت مربية مكتاكلش شي حاجة ماشي ديالها. صافي، واه فرحانة بزاف، منقلبوش كلشي حاجة أخرى. بركة عيط بغي ترجعو عليا بركة. شوف عندي واحد الكاس كبير فيه السيتر، وهذا الكاس فيه السيتر، هاد الكاس هو اللي كبرد ليا قلبي في الشريم ملي درت لكم فلوغ في الفطور. غير شي حاجة طعمها هادشي، ولكن هادي راه سيغبخيز، هادي دايرة هو العصر هادي مزيمة، أنا معرفتش راسي معاها من بعد. بسم الله مالي غندبهم، مالي غيندمو 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 حيت مخباوش هادشي، غنندمهم غنندمهم. الدبن ديال اليوم راه جاي يخبيو بلاطو 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 فين بلاطو الغوز؟ علاش معدا مندير بلاطو مبقاو مكتلو علينا المواعن؟ ابصير وكاس قاعدين نغارب نهزهم في يدي. صافي زعما يلاه ندخلو نفطرو نتفرجو فشي فيلم زوين، حيت هادشي خاصو فينا باش تعرفتي باش راه كتكوني مركزة. هادشي خاصو تركيز، انا غنطفي التليفون دابا، انا غنخلي التصوير، حيت كان عندي جوج تليفونات في راسكم، عندي جوج تليفونات، هذا غندير ليه موضافي وغنخليه كيصور، هذا اصلا ما فيه والو مسكين، هذا غنتفرج فيه، وهذا غندير ليه موضافي، وانا لي. انا من بعد ما فطرت وتفرجت في هذا صاحبتي البوكوصه الفن
البياس التيتيزه ما شاء الله عليها. دابا غادي نوض نجمع الدار حيت ما كاينش ماما، اذا خاصني نوض نجمع الدار قبل ما نخرج حيت غادي نخرج غادي نديكم معايا. المهم غادي نحرق لكم المراحل، نوض نجمعوا الدار هي الاولى ومن بعد نخرجوا. ديال الدار اللي حسب لكم انا شي وحده ما حادقاش، انا راني حادقه وما كنخرجش من الدار حتى كنجمعها. عندك حسب لكم كنبقى عاطيها غير الدار وما كنشقاش في الدار، حتى كنشقى في الدار عاد باش كنخرج. الامهات فاش غيسمعوا هذا الشيء غيفرحوا، ولكن اقسم بالله سولوا صحاباتي يقولوا لكم حتى كنشقى علاش كنخرج. مازال وصلني واحد الحوايج شوفوا، هادي الخنشه الاولى وهذه الخنشه الثانيه، تما كاين واحد الصبابط وصلوني هاد الحوايج بغيت نبارطاجيهم معاكم. نتوما كيعجبكم نبارطاجي معاكم داكشي اللي كنشري. هادو الحوايج ديال العيد، انا شريت حوايج العيد حيت انا كيعجبني نشري حوايج العيد، واخا هادي غير ذكرى ولكن ملي كنا صغار حنا كنشريو فيها العيد، هادشي علاش انايا كيعجبني نشري حوايج في العيد. بغيت نوريهم لكم، ولكن هاد الحوايج سخان ماشي سخان سخان، ولكن اليوم كينصاد بزاف فيا اللي قيسهم. غادي نوريهم لكم غير بحال هكا ونحط لكم نصاورهم هنايا صافي، باش حيت ما فيا اللي قيس صراحه ما فيا اللي قيس. نبدا لكم بهاد الخنشه الاولى صافي. اول حاجه هتريكو الناس اللي عندي في انستغرام، الناس اللي ما عنديش انستغرام نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا، دخلوا عندي انستغرام تما راه كنبارطاجي معكم كلشي. الناس في انستغرام سولتوني على هتريكو بزاف وصراحه بغيت نجاوبكم، ولكن فاش كنت غندير اول في يوتيوب قلت نجاوبكم هنايا. هتريكو راه كيجي فن في اللبس، هذا ديجا كان عندي واحد بحالو في الكحل وخديت الباج حيت كنلبسو بزاف فهمتوا، كيجيو فن في اللبس. هتريكوش انا كنلبسهم بزاف نتوما عارفين، مع الحوايج اللي بازيك كنلبسهم بزاف. هذا راه بحال كيجي هكا كتدمل تحت كيجي فن 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 في البيزا. انا خليكم التصويره ديالو هنايا باش تشوفوا. وبالنسبه للسايز هاد التريكوات اللي كيجيو لاصقين انا كناخذ فيهم الاس باش يجوني لاصقين. الحاجه الثانيه عندي هاد هاد السروال ديال الكو، هذا خطر بزاف. هذا واخا نحط لكم التصويره هنا صراحه ما غاديش يبان لكم، جاني وجهي واعر 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 ولا كاليتي واعره لي زامي. هذا السروال ديال الكوير كيجي دغوا حتى لتحت وكيبقى فهمتوا. دابا في التصويره غيبان لكم بلي كيجي قصير ولكن هو ما كيجيش قصير، لي مانكان اللي كاينين فاش نوفا بقى هو طول بزاف، اما هو زعما كيبقى طويل من التحت. شوفوا سامبل ولكن رفن، شوفوا كيجي دغوا، شوفوا كيجي فن فن. دابا نتصور لكم بهذا الشيء غنلبسو ضروري غنلبس هذا الشيء، كيجي زوين كيجي كيحمق في اللبسه ولا كاليتي راه واعره بزاف، لا كاليتي راه واعره بزاف. بالنسبه للسايز ديال هذا هو الاس على زامي، نخليكم تصويرته هنايا خاصه الصوره نخلي لكم ما باينينش، هو هما قيستهم لكم انا غادي غتشوفوا زعما الحوايج حسن، ولكن كاين الصاد على زامي والله. وخديت هاد التكيطه الفن بزاف الواعره مفركعه، هاد غادي نلبسها لكم بحال هكا شفتوا كتجي بحال هكا مقبوطه من هنا وكتجي مقبوطه من هنا شفتوا. انا ما لابساش غير الحوايج ديال الدار داكشي باش نقاد ليها البسه غادي تجي فنه. نخلي لكم التصويره هنايا كتجي فنه فنه ان شاء الله كولور ديالها كتحمق. وبالنسبه للسايز ديال هذا لي زامي الام حتى انا دابا فهمتوا مع كنكوموندي من فاشن نوفا بزاف حفظت لي طاي، شي حاجه فاش كتكون قصيره كتبان لي السيد راه قصيره حيت ليا كناخذ فيها الام انا فهمتوا تجيني ما قصيراش بزاف كيف ما كتبان في السيد. هادي خديت فيها الام وخديت هاد لونسومبل شي مرات كنكون خارجه شي خرجه مع ماما فهمتوا كنبغي شي حاجه اللي مبقى مرتاحه فغادي غنسخر شي حاجه، هادشي علاش خديت هاد لونسومبل. عادي نخليكم تصويرته هنايا سروال حتى هو كيجي دغوا طويل حتى لتحت لا كاليتي زوينه شفتوا. هذا الصراحه كيجي بقى تليفون واحد شويه ما كيبانش الصراحه مع البرديله ما كيبانش كاع. والقميجه شوفوا كيجي فن 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 فن، نخليكم التصوير هنايا. بالنسبه للسايز ديال هذا الام حيت انا كنا خدت شي اونصومبل كناخذ فيه الام سورتو الا كان شي اونصومبل مفخفخ فهمتوا، كيعجبني ناخذو مفخفخ زعما كيعجبني يجي مفخفخ بزاف وجاني زوينه لا زعما.
انا اتبع لكم التصويره مزيان بالنسبه للسايز قلت لكم. الان هاد لونسومبل الناس اللي عندي في انستغرام راه ديجا شافوه. هذا حتى هو زوين، شوفوا فن فن فن، كيجي الكول ديالو بحال هكا. نخلي لكم الصوره حتى هو. وهذا السروال ديالو، شوفوا الغوز البينك، انا كنحماق على البينك، كيجي مقبوط من التحت وكيجي مفخفخ، وحتى هو خديت فيه الام. زيدوا مازال شنو عندي هنايا، هادجي ماشي ديك شنو هو اللي كندير مرايا ليكم. عندي هاد الجاكيطه، عرفتوا هاد الجاكيطات زوي، عندي منهم بزاف وما كنلبسهم. دابا هاد الجاكيطات السي ديالهم ما عرفتش ما كيجيش، زعما ما تقدريش تلبسيها كل نهار بحال ديك الخزيه اللي وريتكم. هاد واحد ستيل معين كيعجبني كناخذو، لكن بحال قلتو ما كنلقاش فين نلبسو وما كنلبسهمش بزاف، ولكن كيعجبوني هما، كيعجبوني يكونوا عندي. شوفوا هي ديال هذا، ولكن شوفوا لا كاليتي، راه جاكيطه جاكيطه. شوفوا شحال واعر، شوفوا فن فن فن، شوف واه ماشي واعره، واه كتصدق كتحمق لا كاليتي، راه ما يمكنش، راه كلشي باين فن بزاف. بالنسبه للسايز ديال هذه، هذه اس، علاش هذه اس والاخرى ام؟ هذه ديجا في الست كتبان لي مفخفخه والمانك، فهمتوا ديجا كبيره وداك الشيء، ما خديتش فيها ام غتجيني كبيره بزاف. حتى ديجا واحد المره واحد الجاكيطه بحال هذا الشكل كنت خديت فيها ام وجاتني كبيره بزاف، هذا الشيء علاش قلت لكم انا حفظت لي سايز. هذه خديت فيها الاس، فن فن. واخا نعرف راسي هذه ما غاديش نلبسها بزاف، مي ماشي مشكل. باغ كونطخ هذيك الفيغ غادي نلبسها بزاف، حيت هذيك الفيغ كتجي مع كلشي. خليت هاد التريكو لي بازيك، هذا بغيت نلبسو مع هذاك السروال ديال الكوير، عادي عادي جدا، طويل كحل شو عادي، استغفر الله. قلت لكم بغيت نلبسو مع داك السروال ديال الكوير ونلبس فوق منهم جاكيطه، كيجيو زوينين هاد التريكوات لي، هاد التريكوات لي سامبل هما لي فهمتو الاساسيات ديال اللبسه، وانا ما عنديش، ماشي ما عنديش، هاد التريكوات الاساسيين بحال قلتو جو طابل دغيا كيتوسخو سورتو البيض، شو وكاش بقيت لبسيهم بزاف، تشعيش كنبغي يكونوا عندي منهم بزاف، فاش ديما يبقى عندي لو شوا فاش نبغي نلبس. شنو هي هذه الجاكيطه؟ هذه الجاكيطه هي فنه، شوفوا شوفوا البنات، هذه الجاكيطه هذه شوفوا شحال فنه، واعره واعره واعره. انا غادي نوقف باش تشوفها مزيان. السروال ديال البيجامه ديوش عليه، هادي هي كوير، كتجي فن كتحمق على زعما، كتجي غزاله بزاف لا كاليتي، راه كلشي واضح وباين. شوف القبه شحال كبير، فيها القبه كبير بزاف، كتجي فن 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 في اللبسه بزاف. بالنسبه للسايز ديال هادي حتى هي ام، حتى هي في الست كانت كتبان ليا قصيره، فاش دابا خديتها انا جاتني فهمتوا الحد في القد، شي علاش خديت فيها ام. بلاتي نوريكم عاوتاني شنو خديت هاد المره، الا لاحظتوا ما خديتش سراول بزاف، حيت عندي جيانش بزاف وما كنلقاش نلبس معاها من الفوق، هادشي علاش ما خديتش السراول. خديت هاد التريكو البيض حتى هو اللي بازيك، انا حيت انا هذا هو الستيل ديالي، نتوما عارفين اني كنبقى ناخذ الحوايج كناخذ في الاخر داكشي كامل ما كنلبسوش، وكنمشي للحاجه اللي بازيك كنلبسها. هادشي علاش خديت هذا بيض كول في، حتى هو سامبل سايز الاس، كيجي فن. هذا مع ديك الجاكيطه الفي غيجي كيحمق مع الجين مع السبرت. نخلي لكم حتى هو التصوير هنايا، وخديت هاد التريكوات ديال الصوف لي فنين، كيوت 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 فنين. شوفو هذا البينك، شوف شحال زوين، اوف كيعمق. شوفو كيجي مقبوط من اليدين، هنا الكول ديالو كيجي مجموع، عرفتو كيجي كيوت بزاف، كيجي مقبوط من اليدين الصوف، لا كاليتي راه التوب ديال الصوف، ومن تحت كيجي مقبوط، شفتو كيجي فن 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 في اللبسه. بالنسبه للسايز ديال هذا لازاني اس، غنوريكم هانتوما، شفتو سايز اس، حيت دابا انا هادو فهمتو قلت لكم حفظت العبارات، شي حاجه كتبان لي فخفخه كناخذ فيها الاس، حيت كنعرف بلي ديك الفصاله اللي شفت هي اللي غتجيني، شي حاجه كتبان لي قصيره كناخذ فيها الام باش تجيني فهمتو طويله شويه. هذا فن، وخدي شوف هاد الكولور، ماشي نفس التريكو ولكن تقريبا حتى هو ديال الصوف، غير هذا ماشي بحال هذاك، هاد اللون حتى هو فن وكيحمق. شوفو شوفو البنات هاد التريكو، هذا شوفو الكود ديالو شوفو شحال زوين، عرفتي اللون واش مجاش معايا، راه الكاميرا والضو ديال الصباح كيزرق فهمتو، حتى هو كيجي هكا مقبوط من اليدين، كيجي مقبوط من التحت، كيجي فن في اللبس، فن فن فن، حتى هو كيوت 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 بزاف،
وخديت واحد الصبر ديال واحد الصباط غادي نوريهم لكم دابا. الصباط ما غاديش نوريه لكم حتى الصباط اللي خديت هو اللي غادي نلبس لانيفيرسير ديالي. لانيفيرسير ديالي لو 20 اكتوبر لو 20 فهاد الشهر. وصافي قلت ناخذ كسيو ناخذ الصبابات الكسوه باقا ما وصلاتنيش والصباط وصلني داك الشيء ما غاديش نوريه لكم نخلي سوربريز حتى نهار لانيفيرسير ديالي وغتشوفوني لابساه. ما غادي نوريكم واحد الصبر ديال خديته هذا حتى هو لا زاميرا الاس نخلي لكم التصويره ديالو هنايا الا باغي نوريكم الصبر ديالها والصباط والكسوه حتى نهار عيد ميلادي غادي نلبس واحد الاوتفيت زوين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندك شي عيد ميلاد زوين. صافي اختي بغيت نفرح براسي حتى العام اللي فات ما درتش عيد ميلاد وبقى فيا الحال وهذا العام غادي نديرو ان شاء الله. دابا نوريكم الصبر ديالها. نسيت ما وريتكمش الساك. شوفوا خديت هذا الساك بلاتي نسدو. شوفوا خديت هذا الساك شوفوا شحال الفن شوفوا شحال كيحمق شوفوا 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 على كاليتي شوفوا 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 شحال زوين شوفوا شحال مستيلي وشحال زوين واعر بزاف واعر 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 واعر. اوه هاد الساك حمق انا غتبقاو تشوفوني غتبقاو تشوفوني ديما هازاه ما نحطوش فن 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 فن. وخديت هاد الصبر ديالها هي راه ديجا لبستها شوف شحال زوينه سيدي في الغوز لبستها مع داك لونسومبل شوف شحال زوين شوفو هادي هي الصبر ديالي خديتها لزامي شوف شحال فنه لاكاليتي عندهم راه رواو رواو. دابا لي زامي غادي نوض نقاد الحاله غادي ندير شويه الماكياج غادي نلبس حوايج حيت خاصني نمشي للمول نشري شي حوايج. غادي نمشي باش نشري شي حاجه في الخضر ما غادي نشري حتى حاجه اخرى. غنمشي باش نشري شي حاجه في الخضر ما غنشري حتى حاجه اخرى. غنمشي صافي ما غنشري حتى حاجه اخرى. دابا غادي نجمع هاد الحوايج وغادي نلبس حوايجي وغادي نقاد الحاله غادي نمشيو للمول نشريو شي حاجه في الاخضر وغادي نديكم معايا. زعما شوفوا البيسه ديالي وقولوا لي واش زوينه هي سامبل نتوما عارفيني مع الحوايج سامبل كنحماق عليهم. نلبس هذاك لونسومبل اللي وريتكم شوفوه شوفو خولة كتعيط سمحي لي يا خولة. شوفو الأديداس ديالي مكيبانش مزيان واقيلا ياكو بلاتي نشوفها هكا. شوفو الصبر ديالي الأديداس وهاد لونسومبل لبست ليكو كحل وزيت هاد الصاك كيعجبني هكا نبقى مرتاحة فهمتو. دابا غادي غير للمول وغادي نقيس قلت نلبس هكا باش نبقى مرتاحه. قولوا لي انني ما كدوي واش نسيت. شوفوا بغيت ندير هاد النظاظر قلت زعما نهرس بهم لولوك حيت لولوك كامل كيبان اسود في اسود في اسود كيبان غامق قلت ندير هادو ولا هادو في الكحل. انا الصراحه هاد النظاظر كنحماق عليهم كنشري بزاف ديال النظاظر وهادو كنحيدهم لان كيعجبوني هادو. شوفوا هادو هماويين واخا شاريهم ب 40 درهم ماشي بيه وهادو زعما غنهرس بهم الاقل غندير هادو ياك وهادو احسن غير غندير هادو. دابا غادي نمشي عند خاله فاطمه مزرعه حتى غيمشيو معايا تما غنمشيو للمول كتبعو فوق السبان ضحك معايا هاد لازم انا جيت عند فاطمه الزهراء صاحبتي دابا غنمشيو عند خاوله الناس اللي كيبقاو عليا فاطمه الزهراء كندير لك شي شوفات هاد الدريه هي بحال هكا هاد راه ما كنعرفهم اللي كتعدو على 5 سنين هي شوفاتي بحال هكاك. اما فاطمه الزهراء ظريفه 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 وصاحبتي صاحبتي صاحبتي طيحي لي بحال اختاتك ما تسقى الشعر. دابا غادي نمشي عند خاوله ومن تما غادي نمشي شي عبد السهم هذا عقلتي كيشوف قال عليا ظريف عليا ديكم غادي نمشيو للمول ما بقيناش مشينا للمول جينا لهاد الالعاب ديك اللي حدا موراكو مول. صافي اختي انا بنولي الالعاب ولا نترفع نمشيو للعبه نمشيو للعبه من بعد ندير لاشين ديالي خوخه ويخه شباب بالعربيه وفخونسي خوخه دخلت تشوفوا فلوقات ديال زوينين. دابا لازم ندخلوا نلعبوا يا ربعت ثاني هاد فرات كنلقاو عامر نمشيو ناكلوا من بعد عشان انا كنموت بالجوع. هادشي ضحك يعطيك مصيبه ضحكي هاي ليزان ضحكي خاصيني عرفتو ما يمكنش شحال عامر هاد البارك مع اليوم تاني عيد راه غيتفطق بوحدو واش غنلعب عرفتو حنا حدانا غير في الدورة وجينا حتى تاني عيد عامر غادي نلعبو في هادي هي اللي خاوية غنتلعبو بثلاثة غنتلعبو بثلاثة طلع الوسط طلع الوسط
بيجاما خدام ماشي بيجاما تي شيرت ولكن ما لقيتش تريكو ديال السروال هادشي علاش كنلبس الفوقاني بوحدو والتحتاني بوحدو تخيلوا انني ما مغدياش من الفطور شفتوا من الفطور اللي فطرت معاكم ما واكله والو خرجت كنتسمعوا ولا غادي نتي خدام برا كنتسمعوا ولا غادي نمشي للمول سبحان الله كيقول لك ما كتمشيش انا كتبغي فين كيمشيك الله صدقت ما غادا للمول ما واكله ما بقاش لي الوقت فين ناكل كان خاصني ضروري نرجع للدار ايوا صافي دابا غادي نطيب شي حاجه نتغدى بها دابا غنتغدى وغنتعشى هادشي هاد سعود دونك غنتغداو غنتعشى كنت باغا نطيب طاجين كنت مشي هي طاجين ولكن ما لقيتش بطاطا واهم حاجه في الطاجين هي البطاطا هادشي علاش غادي نطيب الحوت هاد الحوت كنت شاريه من المرجان وعاد كنت نطيبو دابا غادي ندير الطويجين ديال الحوت وغادي يجي بنات انا ما كنتي بنينه وغادي نصيب واحد السلطه ديال الفطور صافي هادشي اللي غادي ندير غادي نتعشى وغادي نعس دابا خاصني نفكر فشي طريقه باش نطيب الحوت غادي نمشي نجيب الطاجين باش نبدا نطبخ الحوت وغادي يجي بنين و الا بغيتو زعما تجربوه دوك اللي غادي نطيب فجربوها ولكن الا جات بنينه ما نكذبش عليكم جات بنينه جات بنينه ما جاتش بنينه ما جاتش بنينه هنا عندي الماكله سخون غادي نسلق لي باط ودابا غادي نجيب الطاجين باش ندير داكشي غادي نسلق لي باط هي الاولى لي زعما محتاج الماء سخن شويه ديال الزيت ومليحه شوفوا البنات خديت طاجين درت شويه دوك لي خوي دماغ وزدت معاهم شويه ديال البوزروك حيت هادوك لي خوي دماغ ما كانش فيهم بوزروك شوفوا ودابا غادي نحك تويمه غنحك بزاف ديال الثومه حيت هادشي كيبغي الثومه كيبغي يجي متوم نحك الثومه وريكم حتى التويمه شوفوا صراحه درت 5 فصوص ديال الثومه قوي الثومه حيت الثومه مع الحوت كتجي بنينه كتعطي واحد البنه دابا غادي نزيد اللقامه الاخر نوريكم وغادي تزيدوا شويه ديال الزيت الا كان عندكم الزيت بلديه حسن انا ما لقيتوش هذا ما كيجيش بنين الصراحه الزيت بلديه كتجي ابنان وكتعطيها واحد البنه ومن بعد غادي ديروا الكمون وغادي ديروا التحميره الناس اللي كيبغوا الحار ديروا السودانيه وغادي ديروا الملحه وشويه ديال البزار زعما من بعد ما درت هذيك العطريه اللي قلت لكم دابا غتاخذوا نص حامضه وتعصروها حتى الحامض كتعطي احقا صحه الحرام صبروا العصرها بيدي بجوج ونوريكم ومن بعد ما عصرت الحامضه دابا غادي نزيد الربيع قزبر معدنوس حيت حتى الربيع مهم الصراحه كيبنن بحال بحال الثومه الدور ديال الربيع في الحوت بحال بحال الثومه صافي دابا لازامي غادي نزيد عليها هذيك مطيشه ولا سوليس غادي نزيد عليها شويه ديال سوليس وغادي نحطها تطيب الطويجين ديالي كيطيب لازامي درت هنايا سوليس ودرت هاد المطيشه ديال الحوت حتى هي وغادي نخليها يطيب على عافيه خفيفه شفتوا ناري غيجي رائع البنات غادي نزيد الحار غادي نزيد حوار راس غير حيت انا كنحماق على الحار ولا ما كيعجبوش الحار ما يديروش دابا غادي نخلي الطاجين ديالي كيطيب وغادي نصايب السلطه ديال الباط اللي ديما كنصايبها راكم عارفينها لي باط راه بردات تلقات قبيله دابا راه برداش غادي نخويها في هذه البول باقا سخونه شويه مامو خاصها تبرد دابا بردات مزيان غادي نزيد عليها المايونيز والمايز والطون وصافي ومليحه وشويه ديال البزار صافي هادشي اللي كندير فيها لازامي وغادي نخليها تبرد مازال كتجي بنينه انتما السلطه تكون كلكم عارفين حتى شكون هي الدار المغربيه اللي ما كديرش هاد السلطه ساهله البسيطه غادي نجبد الطون نجبد المايونيز شنو مايز ما كاينش المايز على زامي غادي ندير غير المايونيز الطون معليش اصلا المايز ما كيعطيش شي بنه غير بالضرو صافي حيت الطاجين ديالي طاب غادي نوريكم ملي غتصدموا فيا واحد جوج ثلاثه شوفي هادشي شحال زوين شوفي غادي نحك منه الفرماج فرماج غوج وغادي نزيد بنان وغادي ندير فيه حويره دابا شوفي
ما شهيتكم البنات؟ لازم نشوفوا الطاجين ديالي مشهيتكم، ولكن راه خطير خطير، واخا تحرق ليا من الجناب ولكن هادشي في الجناب ماشي الوسط. درت فوق منه فرماج حمر، وهادي لا بات ديالي وكوكا بيان سور، حتى شي حاجه ما كتكمل بلا كوكا. ودابا غادي ندخل ناكل ندوق معاكم، نسيت ما ذقتش معاكم، باقا ما ذقتوش، غادي ندوق معاكم نقول لكم كيفاش. واخا انا ماشي حاسه، متاكده انه بنين، حيت واحد الريحه في الدار خطيره بزاف. بسم الله. واو سخون. سخون. بنين بزاف، جربوه خطير. لازم دابا غادي ندخل ناكل، ومن بعد بيتي مرون خاصني نجمعو، وغادي نسير لكم الفلوق باش نمشي نعس حتى غدا فريقه بكري، عندي بزاف ندير. شوفوا لي على روينه عندي في البيت، شوفوا لي زامي، شوفوا 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 هادشي كامل خاصني نطويه باش نقدر نعس هنايا. واحد الحل راه ميمكنش، المهم ما نقدرش ندور لكم لهاد الجهه حيت كارثه. الحاجه غادي ندير هي غادي نطوي هاد الحوايج، من بعد غادي ندوز لهنايا وغادي نجمعو حتى هو. سنيناتي ودابا غادي نمشي نعس، وهنا غادي نسالي لكم الفلوغ ديالي، جيسبر يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك، تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، وتخليو لي كومونتير زوين، وباي باي.